صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بنحتفل مع حضراتكم بالذكرى 200 على اكتشاف حجر رشيد. زي النهاردة 27 سبتمبر تم اكتشاف حجر رشيد، واللي بسببه مصر أصبحت الدولة الوحيدة اللي ليها علم اسمه ايجيبتولوجي أو علم المصريات زي ما احنا عارفين. والحقيقة أنه هذا العلم ما كانش هيبقى موجود لولا الاكتشاف العظيم لفك رموز حجر رشيد. الحجر تم اكتشافه سنة 1799 على إيد جندي فرنسي اسمه بيير فرانسوا بوشار، وده كان خلال الحملة الفرنسية. وزي النهاردة سنة 1822 تمكن العالم الفرنسي جيان فرانسوا شامبليون من تفسير اللغات المنقوشة على هذا الحجر، ومن هنا بدأ العالم أنه يتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة، ودي يمكن كانت بداية تأسيس علم المصريات. صحيح يا هدير، ويمكن بالمناسبة دي احنا النهاردة يعني هنعرض لحضراتكم فيلم وثائقي بعنوان 200 سنة الإيجيبتولوجي. هذا الفيلم هيعرض خصيصا لبرنامج صباح الخير يا مصر، وهيرصد كل التفاصيل وهيوثق بشكل دقيق جدا الطريقة أو الخيط اللي قدر من خلاله العالم الفرنسي شامبليون إن هو يفك رموز أقدم لغة منطوقة ومكتوبة على وجه الأرض. إزاي إن الاكتشاف ده ربما بيعكس حقيقة مهمة جدا، هي إن كل العلوم الحديثة اللي هي الطب، الهندسة، الفلك، لغاية الموسيقى منشأها مصري وليس منشأها يوناني أو روماني كما اعتقد البعض، ودي النتيجة ربما اللي توصلنا لها في هذا الوثائق. ويمكن مش بس كده، الفيلم الوثائقي كمان بيكشف عن الكثير من المحاولات اللي سبقت محاولة شامبليون في فك رموز حجر رشيد، سواء من علماء عرب أو كمان من علماء أجانب زي السويدي توماس أكربال والبريطاني توماس يانج، واللي قدر أنه يتوصل لقراءة للأسماء الملكية المدونة على الخرطوش. لكن شامبليون كان عنده القدرة على فك رموز الحجر بشكل كامل سنة 1822، وده الحقيقة ما كانش هيحصل غير بعد دراسته للغة القبطية القديمة، واللي ساعدته بأن هو يضاهي هذه اللغة بالنقوش المدونة على الحجر. ويمكن إضافة للكلام اللي قلتيه، اللي ساعد شامبليون أنه هو يدرس هذه اللغة القديمة هو راهب قبطي مصري كان بيعيش في باريس اسمه يوحنا شفتشي. هذا الراهب يمكن كل المراجع الغربية بتتجنب المحاولات المصرية أو الجهود المصرية كمان اللي كانت خلال هذا الأمر، وبتسلط الضوء بس على شامبليون أو العالم الفرنسي شامبليون، ولكن هناك كان في يد مصرية قدمت إلى شامبليون من أجل مساعدته، ولولاها لم يكن يكتشف رموز هذا الحجر. عموما الفيلم هو تجربة ثرية جدا بتوثيق أسرار جديدة في رحلة هذا الحجر الغامض اللي الغرب بيسموه روزيتا ستون، من أول اكتشافه وبعدين نقله على رأس قوة عسكرية من مقر اكتشافه في قلعة قايتباي في رشيد إلى المجمع العلمي الفرنسي اللي هو مازال موجود في بيت السناري، أو مكان بيت السناري موجود يعني بيوثق هذا المكان. بيشرح الفيلم لماذا نجح البريطانيون في الاحتفاظ بحجر رشيد وحتى الآن هو موجود داخل المتحف البريطاني، بينما تمكن الفرنسيون بس من فك طلاسمه عبر نسخ مقلدة في العاصمة باريس بعدما نقلت من المجمع العلمي الفرنسي. الحقيقة كمان يا مصطفى، وجوده في المتحف البريطاني هم يعني بيتعاملوا مع حجر رشيد طبعاً. على أنه طبعا يعني القطعة الأهم في المتحف البريطاني. حتى في زيارتك للمتحف البريطاني كل المنسوخات الأثرية اللي بتباع كهدايا تاخدها تذكار من المتحف البريطاني معظمها هي حجر رشيد. فيعني إن شاء الله نحلم في يوم من الأيام أنه نستعيد حجر رشيد هنا في مصر. في جهود دبلوماسية كتير، بس هي طبعا كلها البريطانيين بالنسبة لهم ده زي ما بيقولوا كده ناشونال تريجر، ده ثروة قومية. صحيح. مش عمرهم بيجيب لهم ملايين الزيارات وحاطينه في أول المتحف وبيحتفلوا بيه احتفاء باهر جدا، وهم بيقولوا الفرنسيين انتوا صحيح تمكنتم انكم يعني تفكوا هذا الحجر، تفكوا رموز هذا الحجر، لكن القطعة الأصلية عندي، الناس كلها هتلف العالم وهتيجي عندي أنا. فدايما الصراع الفرنسي البريطاني حوالين التاريخ بيتجلى في قصة حجر رشيد. صباح لحضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.